مشاهدينا نحييكم من معبر نصيب الحدودي مع الأردن، حيث وصلت قبل قليل دفعة وقافلة من المساعدات الإغاثية المقدمة من الجانب الأردني عبر مجموعة القلم الاستثمارية في الأردن، وتضمن مواد إغاثية مقدمة للمحافظات السورية المنكوبة جراء الزلزال. بطبيعة الحال قامت الجهات المعنية هنا في معبر نصيب الحدودي باستلام هذه المساعدات، وأيضا بالتنسيق مع الأمانة السورية للتنمية للوقوف على هذه التفاصيل من خلال رئيس مركز نصيب استاذ شادي ابازيد. اليوم نحكي بهذه المساعدات شو بتتضمن وشو هي رسالتنا اليوم من خلال هذه المساعدات. هلا الاستمرار دخول المساعدات بشكل يومي من قبل الجانب الاردني، سواء من قبل الحكومه الاردنيه او من قبل الشعب الاردني، تضامنا مع اهالينا المتضررين في الزلزال، ونشكر الشعب الاردني والحكومه على هذه المبادره الانسانيه. هذه القافله الخامسه التي دخلت وهي تتضمن 7 شاحنات محمله بمواد اغاثيه عباره عن بطانيات وفرشات اضافه الى مواد اخرى، ونحن هنا في معبر نصيب بدور نقوم بالتنسيق مع كافه الجهات المعنيه لتسهيل دخول هذه المواد الاغاثيه واعفائهم كافه الرسوم والضرائب، والتواصل مع الجهه المعنيه لاستلام هذه المساعدات بالسرعه القصوى لاستلامها وبعثها الى اهالينا المتضررين في المناطق المنكوبه. شكرا استاذ شادي، شكرا لك. اذا يعني كما حدثنا الاستاذ شادي، هذه العمليه تجربه كل يسر حقيقه، وفي ظل تسهيلات كبيره تقدمها الجهات المعنيه هنا من اجل وصول هذه المساعدات، وبطبيعه الحال كما قلت هذه المساعدات او هذه الدفعه من المساعدات تتسلمها الامانه السوريه للتنميه ليتم توزيعها الى المحافظات السوريه المتضرره، وكما نوه رئيس مركز حجره نصيب بانها تتضمن مواد كالاغطيه وايضا الفرش، وهي فعلا ربما تكون حاجه ماسه للسوريين الذين هجروا اليوم من منازلهم بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد. طبعا اليوم رسالة الشكر وكل الشكر من السوريين لكل من وقف معهم في جانبهم وإلى جانبهم في هذه المحنة، وكل من قدم الدعم والمساندة للسوريين المتضررين من جراء هذا الزلزال. كنت أنا معكم في رأس الأحمد من معبر نصيب الحدودي، ومن خلف الكاميرا زميل محمد المؤمني، والعودة لكم زملاء.